الإمام نسي ركنا من أركان الصلاة في الركعة الأولى ثم تذكر في الركعة الثالثة، فما حكم الصلاة وماذا يفعل الإمام؟ هو طبعا المسألة أنه الفقهاء يقولون بأن الركعة، شوف لو نقول نسي مثلا سجدة من السجدتين، أو قل نسي الركعة الثانية يؤخذ منها السجدة هذه مكملة متممة للركعة الأولى، ثم من الثالثة للثانية تتمها، ثم الرابعة إلى الثالثة، وبالإيجاز نقول عليه أن يأتي بركعة أخرى، عليه أن يأتي، لأنه يعني لا يحسب هذه الركعة لأنه لابد أن تتكامل أركانها، فيأتي بركعة أخرى ويسجد سجدتين للسهو فتصح الصلاة بذلك. جزاكم الله خيرا دكتور محمد.